السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. أولا هذا، ده اسم إشارة للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. مثال هذا ولد، كلمة ولد ده مفرد مذكر عاقل، عشان كده استخدمنا معاه هذا. ومثال هذا قلم، قلم مفرد مذكر غير عاقل، عشان كده استخدمنا مع هذا. ثانيا هذه، ده اسم إشارة للمفرد المؤنث العاقل وغير العاقل، وكمان بنستخدمها لجمع غير العاقل. مثال هذه بنت، كلمة بنت مفرد مؤنث عاقل. ومثال هذه شجرة، شجرة ده مفرد مؤنث غير عاقل. ومثال هذه عصافير، عصافير ده جمع غير عاقل. ناخد بالنا ما ينفعش نقول هؤلاء عصافير، علشان عصافير جمع غير عاقل، لازم نستخدم معاها هذه ونقول هذه عصافير. ثالثا هؤلاء، هؤلاء ده اسم إشارة لجمع العاقل المذكر والمؤنث. مثال هؤلاء أطفال، كلمة أطفال ده جمع مذكر عاقل، علشان كده قلت هؤلاء. وهؤلاء تلميذات، تلميذات ده جمع مؤنث عاقل، عشان كده استخدمت معاها هؤلاء. طيب هو في اسماء اشاره تانية ولا هما ثلاثة بس؟ لا طبعا في اسماء اشاره تانية، بس دول هنعرفهم السنه الجايه ان شاء الله. عشان نتاكد ان احنا فهمنا اسماء الاشاره، تعالوا نحل التدريب ده مع بعض. ضع هذا او هذه او هؤلاء مكان النقط. الجمله الاولى تلميذ متفوق، يا ترى اختار لتلميذ ايه من اسماء الاشاره، هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ قبل ما احل لازم افكر الاول، تلميذ ده مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث؟ هلاقي طبعا ان تلميذ ده مذكر عاقل، يبقى اختار له اسم الاشاره هذا واقول هذا تلميذ متفوق. الجمله الثانيه طبيبه ماهره، كلمه طبيبه ده مفرد مؤنث عاقل، يبقى ترى اختار لها من اسماء الاشاره هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ طبعا هذه، واقول هذه طبيبة ماهرة. عندي جملة فتيات مهذبات، قبل ما اختار افكر كلمة فتيات، يا ترى فتيات دي مفرد ولا جمع؟ طبعا ده جمع. طب عاقل ولا غير عاقل؟ فتيات ده جمع عاقل، جمع مؤنث عاقل، يبقى اختار له طبعا اسم اشارة هؤلاء واقول هؤلاء فتيات مهذبات. وعندي كلمة تلاميذ، تلاميذ متفوقون، اختار لها ايه من اسماء الاشاره؟ تلاميذ ده جمع، جمع مذكر عاقل، يبقى اختار هؤلاء. عندي جمله اشجار مثمره، يا ترى اختار لها ايه من اسماء الاشاره؟ اشجار دي جمع، بس جمع غير عاقل، يبقى طبعا استخدم لها اسم الاشاره هذه واقول هذه اشجار مثمره. وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.